أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن خطة برامجها وفعالياتها البرنامج الموسيقي الجديد، وذلك بالتعاون مع فرقة مزلش الفكر الموسيقية، وذلك في الفترة من 13 وحتى 18 من نوفمبر الجاري كجزء من إقامتهم الفنية، حيث قادت الفرقة سلسلة من المبادرات التعليمية والمجتمعية التواصلية، والتي اختتمت بافتتاح حفلها الموسيقي الغنائي الأول، والذي أقيم مساء الأمس في سينما سراب المدينة في ساحة منطقة المريجة في قلب الشارقة، وقد اجتذب الحفل العديد من عشاق الموسيقى والغناء. المؤسسة اعتادت على استضافة برامج موسيقية وأعمال موسيقية من قبل في دورات سابقة للبينالي، من خلال بعض المعارض، عبر لقاء مارس إلى آخره، لكن هذه المرة يطلق رسميا البرنامج كأحد البرامج الرئيسية التي أصبحت بضمن مكونات مؤسسة شارقة للفنون. طبعا يأتي أيضا هذا البرنامج لإطلاق الورش الأولى لفرقة الفرقة الأفريقية مزلش الفكر. تم العمل من خلال البرنامج مع مجموعة مختارة من الفنانين المحليين عبر سلسلة الورش المختلفة، وصولاً لإعداد المشاركين لمقطوعاتهم الموسيقية. وقد قدم المشاركون في هذه الورش نتاج تعاونهم الموسيقي في حفل الفرقة. في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول تجربة لنا كفرقة. أول تجربة والله كانت كويسة، التبادل مع الفنانين المحليين، مع حتى فنانين من خارج الوطن، لأنه نشوف بأنه مدينة الشارقة ولا دولة الإمارات العربية ككل هي منطقة تجذب الفنانين. الأغاني كانت من الألبوم الأول، والألبوم الثاني اللي هو الآن واجد، مازال ما هوش في الأسواق ولكن عن قريب إن شاء الله. والنوع الغنائي هو نوع من الفيوجن بين الموسيقى متوسطية، خلينا نقول موسيقى البحر الأبيض المتوسط، الموسيقى الأفريقية والموسيقى المشرقية، وتزوج بين ثلاث أنواع من الموسيقى. موسيقى وأفلام فرقة مزلش الفكر تستلهم التعبير الثقافي الخاص بشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث تقدم الفرقة مقاربتها الخاصة لأنواع موسيقية متنوعة مثل موسيقى الناوة والراي الجزائري والصوفية الصحراوية والأفرو سالسا وموسيقى الهاي لايف من غانا والماندينغ من بوركينا فاسو، لتأتي موسيقاها مزيج بين الجزائر وغانا وبوركينا فاسو وساحل العاج.